بسم الله، معكم معتصم محمد من اتعلم اونلاين. ما زلنا بنكمل سلسله تصميم وبناء سيلز داتا بارت باستخدام سيكوال سيرفر انتجريشن سيرفيسز. الدرس اللي فات بدانا تصميم عمليه الاي تي ال لجدول البرودكت. في العمليه دي عملنا ثلاث حاجات رئيسيه: عملنا كونكت على السورس داتابيز، وبعد كده جبنا البيانات من التيبل بتاع البرودكت، وكان في بيانات ناقصه عايزين نكملها، عملنا مجموعه من اللوك ابس، وبعد كده عملنا عمليه استبدال القيم النال اللي جات لي بعد اللوك اب بالقيمه النون. وفي درس النهارده ان شاء الله هنكمل عمليه تصميم الاي تي ال للديم برودكت. هنبدا بان احنا نضيف سلو تشينجينج دايمنشن. احنا كنا عملنا فيديو بنشرح فيه المفهوم بشكل نظري بتاع السلو تشينجينج دايمنشن وايه هي اشهر الانواع بتاعته، فلو حد مش عارف يعني ايه سلو تشينجينج دايمنشن يا ريت يتفرج على الفيديو الاول. هاجي اسحب من هنا الدرايفد كولوم للسلو تشينجينج دايمنشن واعمل عليه دبل كليك، هقول له هنا نيكست، وابدا اعمل الاعدادات بتاعه السلو تشينجينج دايمنشن. واحد هيجي يقول لي هو ايه فايده الويزرد اللي احنا شغالين فيه دلوقتي؟ هو باختصار شديد الهدف من السلو تشينجينج دايمنشن ويزرد اللي احنا فيه ان هو بيعمل حاجتين، بيعمل عمليه ابديت وبيعمل عمليه انسرت. طيب نبدا كده هنا نشوف نشتغل ازاي. اول حاجه بيسالني عليها الكونكشن مانجر. هنا انا بختار الكونكشن مانجر المرتبطه بالديستنيشن داتابيز او ديستنيشن تيبل اللي هو في حالتي الدايمنشن تيبل، فهختار هنا ديستنيشن داتابيز. بعد كده هختار التيبل اللي انا هبص عليه، هبص جواه، انا بعمل عمليه مقارنه بين السورس والديستنيشن، فهختار هنا الديم برودكت. هنلاحظ ان هو هنا بيقول لي سيلكت ا دايمنشن تيبل اند كيز، وتحت هنا بيقول لي على الاقل يكون في بزنس كي تم تحديده. البزنس كي بالنسبه لنا هيكون ايه؟ اللي هو البرايمري كي اللي في السورس تيبل. فانا هبص هنا فين البرودكت اي دي اهوت، واختار هنا بزنس كي. طبعا احنا ممكن نستخدم كذا فيلد بيعرفوا البزنس كي، لكن في الحاله بتاعتنا هنا انا عندي البرودكت اي دي هو اللي بيمثل البزنس كي. الشاشه دي لو لاحظنا هنا كده انا عندي فيها ثلاث عواميد: الانبوت كولوم، الدايمنشن كولوم، والكي تايب. الانبوت كولوم ده اللي جاي لي من السورس تيبل اللي هو الستبس اللي قبل كده. الدايمنشن كولوم ده الحاجات اللي موجوده في البرودكت تيبل الديم برودكت اللي انا اخترته في الجزء دوت، وهنا عمليه تعريف البيزنس كي. العمليه اللي احنا فيها هنا دي بتمثل عمليه المابنج اللي احنا المفروض نعملها. فانا لو لقيت هنا في كولوم جاي لي من السورس مش متعرف او مش مربوط بالكولوم اللي قصاده في الدايمنشن، المفروض اعمل الخطوه دي. لكن بما اني انا المسميات اللي في السورس هي المسميات اللي في الديستنيشن، او على الاقل انا كنت عامل الياس فالحاجات شبه بعضها، فهو هنا الويزرد اتعرف عليها اوتوماتيك، فلازم نخلي بالنا من الحته دي. هنقول له بعد كده هنا نيكست، هيجيب لي الجزء دوت اللي بيقول لي احنا عايزين نعرف كل كولوم في الفيلز اللي كانت موجوده عندنا التايب بتاعها. هو السلول تشينجينج دايمنشن هنا الويزرد دوت بيعالج ثلاثه تايب. التايب الاول هو تايب 0 اللي هو الحاجه اللي خلاص سجلناها في الدايمنشن تيبل، لو حصل عليها تعديل هسيبها زي هي مش هعدل عليها اي حاجه خالص. بعد كده في عندي التشينجينج اتريبيوت، لو انا عندي في حاجه في الدايمنشن تيبل وكانت جات لي وحصل عليها تعديل هعدل القيمه في نفس المكان بتاعها. في عندي الهيستوريكال اتريبيوت ده اللي هو تايب 2، هنلاحظ هنا بيقول تايب 1 وتايب 2. في تايب 2 لو انا في تعديل تم على فيلد معين هبدا اضيف ريكورد جديد. فانا هنا هاجي اختار الفيلد، هو هنا جاب لي اول حاجه الكلر، فانا هقول له هنا نوع ايه. انا هدوس من عندي سي من الكيبورد تاب واخلص العمليه بتاعتي. احنا لما كنا قعدنا مع الاداره بتاعت الشركه قالت لنا ان انا كل الحاجات اللي احنا عايزين نتراك الهيستوري بتاعتها تتمثل في نقطة واحدة بس اللي هي reorder point. reorder point دي اللي هي الحد الأدنى اللي الشركة المفروض أول ما توصل له تبدأ تعمل عملية طلب من المورد. فده أنا هخليها دوس H تبقى historical attribute، وأكمل الباقي هيبقى كله changing attribute. هقول له هنا بعد كده next. أنا هنا هقول له عايز أعمل change all attribute all matching records. دي باختصار بتعمل إيه؟ لو انا كان عندي ريكورد في تايب 2 ولو انا عندي اتريبيوت بيتعالج بالسلو تشينجينج دايمنشن تايب 2، فهو كده هيضاف له ريكورد جديد.
فدلوقتي لو برودكت اكس مثلا موجود منه 3 ريكورد، لو انا في حاجه من النوع اللي هو تايب 1 لما اجي اعدلها، انت عايز تعمل الابديت بتاعك في اخر ريكورد ولا كل الريكوردز القديمه بتاعت البرودكت اللي انت فيه دلوقتي؟ فانا هنا بقول له اي حاجه قديمه للبرودكت اي دي اللي انا فيه اللي هو تبع البرودكت اي دي اللي هو البيزنس كي، اعمل لها ابديت على طول. لو هنا نيكست هيقول لي بعد كده انت عايز ازاي هنعرف الجزء بتاع التايب 2. فانا هنا عندي اوبشنين. الاوبشن الاول ان انا اختار، بيبقى عندي فيلد واختار فيه هو الريكورد ده كارنت ولا اكسبايرد. طبعا هنا بختار الفيلد اللي هيبقى فيه الحاجه دي. فلو اخترنا مثلا اس كارنت، طبعا مش اس كارنت، لازم ان هو هنا بيقول لي في ايرور عشان هنا اس كارنت دوت بيقبل يا صفر يا واحد. لكن ده اوبشن ان استخدم فيلد يبقى كارنت واكسبايرد. او الاوبشن الثاني اللي احنا هنستخدمه ان انا يبقى عندي ستارت ديت واند ديت. فانا اعرف الستارت ديت ان هو هنا الستارت ديت، لاحظ ان هو هنا جاب لي بس الفيلز اللي من نوع ديت اند تايم، فاختاره هنا ستارت ديت والاند ديت كولوم هيبقى اند ديت. هيقول لي طيب هو انا هجيب لك منين الستارت ديت والاند ديت؟ هختار من هنا الفاليو اللي انا عايزها، هستخدم الفاريبلز اللي موجوده في الاس اس اي اس اللي هو اسمه سيستم ستارت تايم. فالباكج ساعه ما تيجي تترن هنستخدم القيمه اللي متخزنه في سيستم ستارت تايم. اقول له بعد كده نيكست، هيقول لي هو انت عايز تعالج الانفورد دايمنشن ممبر ازاي؟ انا هنا ما عنديش انفورد دايمنشن ممبر، او بشكل صريح انا ما اشتغلتش بيها وما اعرفش الجزء دوت بيتعالج ازاي، فانا هعمل هنا اجنور للجزء ده. اقول له نيكست، هيجيب لي هنا سامري الحاجات اللي انا اخترتها، اقول له فينش. هلاحظ ان هو هنا هيعمل عمليه اضافه لمجموعه من العناصر. خلينا نعمل هنا كده مثلا زوم، طبعا مش شايفين حاجه. ادي هنا السلول تشينج دايمنشن والحاجات اللي اتضافت بعد كده. من المساوئ بتاعه السلول تشينج دايمنشن ان انا لو جيت عدلت اي حاجه في الكومبوننتس اللي بعد السلول تشينج دايمنشن وبعد كده دخلت عليه ومشيت فيه الستبس بتاعته كلها وبعد كده قلت فينش، هيلغي التعديلات اللي انا عاملها. فنخلي بالنا من النقطه دي. طيب نقطه كمان بالنسبه للسلول تشينج دايمنشن، ان هو على حسب الدوكيومنتيشنز بتاعه مايكروسوفت ان هو ما بيشتغلش الا على السيكوال سيرفر داتابيز. طيب واحد هيجي يقول لي طب انا وليكن الديستنيشن بتاعتي غير السيكوال سيرفر، هنعمل ايه؟ ساعتها هنضطر ندور على ايه هي البدائل بتاعت السوليوشن دايمنشن، وهي في ليها كذا بديل. نيجي نبص على الحاجات اللي جت من السوليوشن تشينجينج دايمنشن دي عامله ازاي. لو ابتديت من اليمين هلاقي ان هو هنا بيقول لي ان الجزء ده اسمه تشينجينج اتريبيوت ابديت اوتبوت. فده هنا خلينا نعمل زوم شويه، فده بيعالج التايب 1 الحاجات اللي هي كان من النوع changing attribute. خلينا ندوس عليه دبل كليك ونشوف هو بيشتغل او الاعدادات بتاعته عامله ازاي. اول حاجه بيسال الكونكشن مانجر، فهو خد الديستنيشن داتابيز اللي انا كنت حاططها، وبعد كده بيعمل عمليه ابديت. فهنا كتب الابديت ستيتمنت بتاعتي، بيعمل ابديت على الديم برودكت ودي الفيلد اللي هو هيعمل لها الابديت عليها. لو دوسنا هنا كده انتر وير انتر، هلاقي ان هو دي مجموعه الفيلز اللي بيحصل عليها ابديت اللي هي كانت من التايب 1، وهنا الوير كونديشن. طب انا ملاحظ ان انا عندي علامات استفهام كتير، ايه علامات الاستفهام ديت؟ هنبص هنقول له هنا اوكي، ونيجي على التابع اللي بعديها اللي اسمها كولوم مابنج، هنلاقي ان هو هنا يعمل كل علامه استفهام بيربطها بفيلد معين. طبعا على حسب ترتيب علامات الاستفهام في update statement بيعمل المابنج على اساسها. فلو بصينا على الصوره اللي على الشاشه دلوقتي هنلاقي ان اول حاجه كانت موجوده او اول علامه استفهام كانت بتقابل color، فبقت هنا parameter 0، واخر حاجه كانت موجوده في الابديت statement كانت قصاد البرودكت اي دي، فهنا دي اخر parameter 7. اقول له هنا كده اوكي. ده كان بالنسبه لي تايب 1. لو دخلنا على الجزء اللي بعديه اللي هو هنا new output، فده ريكورد كان موجود في السورس، جينا ندور عليه في الدايمنشن تيبل ما لقيناهوش، فعملنا هنا له مسار لوحده. الجزء الثالث دوت اللي هو تايب 2 هيستوريكال اتريبيوت انسيرت اوتبوت. هنلاحظ ان في الحته بتاعه التايب 2 احنا المفروض بنعمل عمليتين. العمليه الاولانيه ان الريكورد اللي موجود في دايمنشن تيبل دلوقتي بعمل له اكسباير من خلال ان انا بحط
اند ديت. وفي الحاله بتاعتنا هنا في الشرح بتاعنا ان انا اصلا عندي طريقتين بعمل بيهم تايب 2، ان انا عندي فيلد اسمه اس كرنت 0 1، وفيلد فيه تو فيلدز، واحد فيه الستارت ديت والاند ديت. طيب هنا كده اول تو كومبوننتس دول اللي هو الدرايفز كولوم نخش عليه، لان هنا بعرف الاند ديت، وهنا بياخد الستارت تايم اللي احنا عرفناه في الويزارد اللي هنا كانسل. وهنا الاول بي كوماند بيكونكت على الديستنيشن داتابيز، وهنا بيعمل عمليه ابديت من خلال ان هو بيحط الديت للبرودكت لما يكون الاي دي هو الاي دي اللي جاي لي من السورس، وان الاي دي دوت والريكورد دوت فيه انديت نال، عشان يبقى انا هنا بعمل ابديت للكرنت ريكورد للبرودكت اللي انا فيه. لغايه دلوقتي احنا ما عملناش او انسرت للبيانات اللي جايه جديده من السورس. اقول له هنا كنسل، ننزل تحت شويه. هلاحظ ان هو هنا بيعمل عمليه يونيون. اليونيون ديت بيعملها لحاجتين، الحاجه البيانات الجديده الريكورد هيتحط بالكامل اللي جاي لي من السورس، والريكورد اللي كان هنا فيه تعديلات خلاص هيتضاف بالكامل. انا خلاص الريكورد القديم عملت له اكسباير، عايز اضيف الريكورد الجديد، فهنا بعمل عمليه يونيون. بعد اليونيون بيعمل درايف كولوم. درايف كولوم دوت عشان احط الستارت ديت بتاع القيم الجديده اللي هتضاف في الداتابيس. بعد كده هلاقي عندي هنا insert destination دوت عملية الإضافة في ال dimension table. هو هنا ال connection على destination database. أنا التعديل اللي هعمله أنا هنا بدل ما هي table or view هختار fast load، فدي المفروض ال performance بتاعها أحسن من table or view. وهراجع المابينج أتأكد إن المابينج مفيش فيه أي مشاكل أو ملاحظات. ألاحظ إن هنا ال product key قدامه ignore، يبقى معنى كده ملوش مابينج. ده حاجة طبيعية، لأن بالنسبة لي ال product key identity اللي هو هيشوف مثلا اخر ريكورد كان رقمه وليكن 100، فالريكورد الجديد هيبقى 101. نبص كده هنا المابينج مش ماشي مظبوط، بس الاحظ هنا عندي هنا الفيلد اللي اسمه سورس سيستم كود اجنور، يبقى هو ما تعملوش مابينج. الاند ديت والاسكان، الاند ديت مش هيبقى بالنسبه لي في مشكله، لان هو الفيلد دوت بيقبل النال فاليوز، وانا عندي لو الكرنت ريكورد لبرودكت معين هيبقى قدامه نال، فده مفيش فيه مشكلة. لأن المشكلة بالنسبة لي أو الحاجة اللي هتخلي الـ execute يفيل، إن أنا ما عنديش هنا source system code ولا عندي اسكرنت. ليه هيفيل؟ لو جينا عندي هنا في الـ destination database، أنا عندي هنا dim product، فبصينا على الاسكرنت هتلاقي إن هو not null والـ source system code بـ not null. عشان نحل بقى المشكلة بتاعت الـ values اللي إحنا المفروض نعملها assign الـ source system code والاسكرنت، أنا أقول له هنا cancel ونشوف هنعالج النقطة دي ازاي. أحسن مكان نضيف فيه القيمة بتاعت السورس سيستم كود إن هو على طول بعد الكومبوننت اللي جاي لي من السورس، فالمفروض أضيف هنا درايفد كولوم وأقول له إن الكولوم ده هيبقى اسمه سورس سيستم كود، وأحط له الفاليو اللي هي بتقابل الأي دي بتاع السيستم اللي هو مثلا واحد. ده فرض إن أنا عندي بيانات بتجي لي من كذا سيستم. طيب أنا عشان ما أعدلش، طبعا إحنا كنا في الأول بنشرح خطوة بخطوة، ما كناش عارفين يعني إيه سلولي تشينجينج دايمنشن أو إزاي هنعالجه، فما رضيتش اضيفها في الاول. فانا بس على سبيل الشرح احنا هنضيفها في الجزء اللي في الاخر الفيديو هنا. فهنعمل حاجه زي دي ازاي؟ هنيجي هنا في الدرايفد كولوم 1 دبل كليك، واقول له انا عايز اضيف هنا فيلد جديد والقيمه بتاعته هتكون بواحد. لو جينا بصينا هنا بعد ما دوست واحد، ان هو هنا الداتا تايب بتاعته dt underscore i4 ده اللي هو انتجر او اللي بيقابل انت في السيكوال سيرفر، فكده هيبقى عندي الداتا تايب مش بيحصل لها ماتشنج ما بين التو سيستم، او الانسرت جايب الداتا تايب والديستنيشن هيبقى الداتا تايب، فهيحصل لي ايرور. فانا لازم اعمل هنا عمليه تحويل للداتا تايب ديت او للقيمه، فاقول له هنا اول حاجه هجي على تايب كاست واختار دي تي اندرسكور اي 1 واكتب بعد كده القيمه اللي انا عايز استخدمها اللي هي 1. هاجي بعد كده برضه اقول is current، وهنا هاخد نفس الفاليو كنترول سي كنترول في، اقول له هنا اوكي. لو جينا بصينا هنا على الداتا تايب اس كرنت تاخد تاني انت والسورس سيستم برضه تاني انت، فدوت اللي هو بيقابله دي تي اندرسكور اي 1. طيب دلوقتي واحد هيقول لي طب احنا كده اي ريكورد جديد هيجي لي انا هحط الاس كرنت بتاعه بواحد، طب الريكورد القديم اللي انا عايز اعمل له اكسبايرتي مش المفروض اخلي الاس كرنت بتاعته بصفر؟ اقول له كلامك صح،
طيب هنعمل حاجة زي دي ازاي؟ هاجي هنا في الـ OLEDB دوت هنا اللي بنعمل بيه عملية الابديت على الـ End Date. فأنا هنا هاجي أقول له الـ End Date أحط بعديها كومة وأقول له هنا is current بتساوي صفر. كده عملية الابديت اللي هتتم على الريكورد اللي أنا فيه هعدل الـ End Date أحط له الـ End Date اللي جاي من السيستم من الـ Variable System والـ is current هي القيمة بتاعتها هتبقى بصفر مش محتاجة يعني هي مفيش فيها أي لوجيك أنا هكتبها على طول في الستيتمنت بتاعتي واقول له اوكي. طيب بعد ما عملنا التعديلات على الجزء بتاع الاس كارنت سورس سيستم كود نرجع تاني للديستنيشن هنا وهنا اخلي دي فاست واقول له هنا المابنج واضيف هنا الاس كارنت اعمل المابنج بتاعها اس كارنت والسورس سيستم كود احطه واقول له اوكي. اجي بعد كده هنا اعمل اكسكيوت سواء دوست على ستارت او رايت كليك على الباكج بتاعتي اكسكيوت باكج. بسم الله هلاحظ ان انا عندي هنا 504 ريكورد ودخلوا لغايه ما وصلوا للسلو تشينج دايمنشن عمل تشيك لان هو الريكورد دي كلها مش موجوده في الدايمنشن تيبل فكلهم دخلوا في النيو اوتبوت والباكج هنا الحمد لله مفيش فيها اي مشاكل. اقول له هنا ستوب ارجع على الداتابيز اقول له هنا رايت كليك select لان هو هنا جاب لي الريكورد بتاعتي لو جينا عملنا هنا count لسه 5 لان عندي هنا 505 ريكورد انا جاي لي 504 من الـ SSIS package وعندي الريكورد اللي انا ضايفه بـ ID اللي هو بيبدا بـ الـ ID اللي بيساوي صفر اللي فيه unknown value ولغايه دلوقتي لسه ما عرفناش احنا ليه عملنا الريكورد دوت ان شاء الله هنعرف حاجه زي دي لما نيجي نعمل لود للفاكت تيبل. طيب احنا عايزين بقى نعمل تشيك على الشغل اللي احنا عملناه بتاع السلوت تشينج دايمنشن هل هو معمول مظبوط ولا فيه ملاحظات. هنعمل حاجه زي دي ازاي؟ لو حبينا نعمل تيست على الشغل اللي احنا عملناه انا هاجي هنا اكسكيوت عشان اختار الداتابيز اللي انا هشتغل عليها وهعمل عمليه ابديت على مجموعه من الريكوردز في الدايمنشن تيبل وبعد كده هرن الباكج تاني. طيب عشان نبقى عارفين هو انا بعمل ابديت ازاي انا هنا بقول هجيب البرودكت كي واعمل عمليه موديولو على البرودكت كي واشوف باقي الاسم اللي هي من اسم البرودكت كي على 10 لو جينا اختارنا هنا الجزء ده نوكس كيو لانه هنا 4 على 10 هيتبقى لي 4 لو نزلنا لتحت شويه 11 على 10 هيبقى عندي في واحد ومعايا واحد باقي 12 على 10 فيها واحد صحيح وهيبقى معايا 2 فده فايده ان انا بقول برودكت كي علامه النسبة المئوية وعشر. طيب أنا هنا أول حاجة هعملها هدلت أنا هنا 10 دي بالنسبة لي اللي اخترتها على أساس إن أنا بعمل 10% من الداتا اللي موجودة عندي في الدايمنشن تيبل واخترت الرقم 6 مثلا أو رقم 3 أو رقم 4 أي رقم من 0 ل 10. أقول له هنا اكسكيوت هنا في 50 ريكورد وهنا البرودكت كلر برضه هغير البرودكت أخليه دارك جرين اكسكيوت. لو فاكرين ان احنا هنا الكالر كان تايب 1 في السوليد تشينجينج دايمنشن والتايب 2 بالنسبه لنا كان الري اوردر بوينت فبرضه هعمل عليه شويه تعديلات. انا هنا بزود الري اوردر بوينت ب 10% انا باخد الري اوردر بوينت واضربه في 1.1 وبقرب الرقم لاقرب رقم صحيح. اقول له هنا اكسكيوت لان عندي 51 ريكورد. نرجع تاني هنا لل SSIS باكج بتاعتنا واقول له هنا run. لاحظ ان هو هنا برضو نفس ال 504 دخلوا على ال slow changing dimension بيقول ان في 46 ريكورد دول في 50 ريكورد جايين جداد وهنا في 51 ريكورد في التايب 1 وهنا في 46 ريكورد على التايب 2 وبعد كده هنا ال 96 ريكورد اتعمل لهم اضافه اللي هو عباره عن مجموع ال 50 في ال 46. فكده احنا يعتبر عملية التصميم بتاع الباكج الخاصة بالديم برودكت اتعملت وخلصناها الحمد لله. لو في اي اسئلة او استفسارات على عملية التصميم ذات كلها اتمنى ان احنا نحطها في تعليقات تحت الفيديو وان شاء الله نحلها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.